السلام عليكم، مساكم الله بالخير والسرور الأحبة الكرام المتابعين، أسعد الله مساءكم. صلوا على الحبيب قلبكم طيب يا جماعة الخير. اللهم صل على محمد كامل النور وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. يا جماعة الخير، أنا بقول لكم اليوم قصتي وتجربتي ويا الرمان. قصة هي الشجرة الوحيدة اللي علمتني شلون أتعامل ويا النباتات الباقية بدون سؤال لأحد، لأن هي الوحيدة اللي ما سألت عنها، هي الوحيدة اللي اعتمدت إياها آلية التجربة والتقصي. زين، طبعا أول شيء معلومات سريعة يمكن الكل يعرفها طال عمركم، الرمان فاكهة شتوية على الأحرى. زين، فوائدها جمة وكبيرة. الرمان عادة إذا مزروعة من بدرة سن النضج يبدأ عندها من 3 سنوات إلى حد 5 سنوات. طبعا هذه الشجرة عاشت وعاصرت وياي من يوم هي في البدرة مالتها مزروعة، الآن تدخل عمرها 5.5، يعني 5 سنوات ونص عاشت وياي تبارك الرحمن، وجربت فيها اللي ما يتجرب. تقدر تقول لكم يا جماعة الخير ان شجرة الرمان هذه، طبعا هذه من النوع الهندي، في عندنا بعد النوع الطائفي والنوع المصري موجودين عندنا، بس هذه الشجرة هي الوحيدة اللي عاصرت وياي وكانت مستند علشان اتعلم على الباقي. يعني تعلمت عليها، تعلم التحسونة فروس القرعان مساكين مثل ما يقولون، فعانت وياي هذه الشجرة 3 سنوات إلى 5 سنوات سن النضج مالها. تقليمها تقليم تهذيبي عادة يكون، سقيها، تحب الأجواء الدافئة، مو بس إليها من فوق الأجواء الدافئة، تحب حتى تربتها تكون دافئة. عرفتون شلون؟ فبداية ازهار مالها يا جماعة الخير يكون في بداية التزهير مالها، أنا حسب اللي أتابعه ويا الشجرة هذه اللي عندي، بداية ازهارها يكون شهر 9 وتبدي تنطلق ازهار ازهار اثمار عاقب ازهار ازهار الى حد ما تتراجع مع خروج الشتاء، يعني على شهر 3 4 تبدي تتراجع لها المجنونة، ما تتراجع. ما ادري انا غلطان عليها، لو الله سبحانه وتعالى يعني هادنها على هواها كيف. زين، انا وش سويت اياها؟ اول ما زرعتها اول 3 سنوات من عمرها ما زهرت ولا أثمرت ولا صادها شيء، وكانت تعاني دائما من ضعف النمو، لأن أول ما نقلتها وعمرها حول الأشهر البسيطة 6 شهور زرعتها في أرض، لا حطيت لها بتموس، لا حطيت لها كومبوس، لا حطيت لها شيء أبدا، من الباب للمحراب وحطيتها في الأرض، والأرض كانت يابسة عليها. فأول 3 سنوات من عمرها عانت، أول 3 سنوات من عمرها كان تسميدي إليها فقط شهر 1 و2، شهر 12 و1 و2 كنت أعطيها سماد بقري. زين، شفت إن السالفة ما قاعدة توفي ويا سالفة التسميد البقري فقط. السنة الثالثة نهايتها في شهر 9 بدأت تزهر لي. زين، زهرت لتزهير بسيط، يمكن 4 زهرات 5 زهرات والباقي كلهم قبوا، يمكن ثمرة واحدة اللي عطتني. السنة الرابعة لا، زهرت بكثرة، والعقد كان عندي بعد بسيط، يعني كان أزهار واجد واجد كانت تطيح. السنة هذه استخفت، السنة الخامسة سنة قوية بالنسبة إلى رمانة، سنة نضج، سنة قوة، سنة انطلاقة. طبعا مثل ما قلت لكم، أول سنة وثاني سنة وثالث سنة كنت أعطيها، أعطيها بس السماد البقري شهر 12 و1 و2، وطبعا ما كان يفيدها. السنة الرابعة يا جماعة الخير لا، غيرت، قمت أعطيها من شهر 10 إلى شهر 12 هيوميك أسد أعطيها، إنزين، وتالي اللي هو أعطيها أول في شهر 10 هيوميك أسد البداية، وتالي قمت أمشي لها MPK متعادل زائدا الحديد.
لا استغفر الله ما كنت اضيف الحديد، لا كنت اعطيها ام بي كي متعادل، لانه ما كنت اخلط في ذيك الفتره. ام بي كي متعادل الى شهر 12 و1 و2 اعطيها السماد السائل المخمر، قمت غيرت من السماد العضوي العادي الى المخمر. 3 و4 و5 ارد اشتغل عليها ام بي كي متعادل زين وهيوميك اسيد. السنة الرابعة غيرت، قمت أعطيها نفس الآلية بعد سماد وكذا. السنة الخامسة إليها لا صار التغيير أكثر. السنة الخامسة جيت لها شهر 10، هي أوريدي كانت مسمدة زين، جيت لها شهر 10 وشغلت شهر 9 بالتحديد، بعد مو شهر 10 2021 شغلت عليها يا جماعة الخير ال شو اسمه الام بي كي عالي البوتاسيوم. من شفتها في شهر 9 قاعده تزهر، ام بي كي عالي البوتاسيوم، ام بي كي عالي البوتاسيوم، كله عالي البوتاسيوم عالي البوتاسيوم عالي البوتاسيوم. شهر 12 و1 و2 كنت اعطيها السماد المخمر زين، وردت واصلت اياها كل 7 ايام عقب الشهر 3 و4 الى حد بس قبل اسبوع ام بي كي عالي البوتاسيوم كل 7 ايام اعطيها. الشيء الغريب اللي صار هذه السنة ان الزهور بالنسبة لي اللي كانت تسقط واحدة او ثنتين من اصل عشرات الازهار الموجودة، يمكن صورنا واجد على الرمانة، ونسبة العقد تصل الى 95 بل الى 97%، ونسبة ثبات الثمر عليها من عقب العقد وتحول الى نضج يصل الى نسبة 95%. فاكتشفت اكتشاف طال عمركم في هالشغلة طبعا من تجاربي وياها انا، ان ام بي كي عالي البوتاسيوم كان مهم جدا جدا بالاضافة الى التسميد السائل المخمر. طبعا كل السماد السائل المخمر كان دجاج مو بقري بالنسبة اليه. اللي صاير الان طبعا هذا اللي انا قاعد اتساءل فيه الحين، طبعا انا وقفت الام بي كي عالي البوتاسيوم الاسبوع الماضي ما عطيته. اللي صاير الان ان من شهر 9 الى حد اليوم وهي في حالة عقد وتزهير واثمار، المفروض انه طلع موسمها الحين، هي ما وقفت نهائيا. طبعا انا مو خايف من حسد ولا خايف من عين، انا قاعد اتساءل الان، هذه شجرة تجارب بالنسبة لي تحملت البلاوي وياي، المفروض ما يصير كذي. اللي صار من شهر 9 وشهر 10 بدأت الثمار تكبر أحجامها، إلى شهر 11 و12 لا أحجام كبيرة، فصارت قطفة أولى، صارت قطفة ثانية، صارت قطفة ثالثة إلى حد فبراير، وكان القطف مالها سريع يعني بسرعة يكبر يعقد ينضج وحجمه يصير كبير. دخلنا شهر 4 تأخر موسم القطف، تأخر وقت القطف، فيمكن يعني حتى يمكن لشلتهم 2 3 و4 منها كثمر. شهر 5 اليوم الثمر اورا ميشدا ما يكبر عن هذا الحجم، طالعوا الثمر متروسه، ثمر شايفه متروسه ثمر، تارسه روحها، شوفوها يا جماعه الخير تارسه روحها فوق تحت يمين يسار، بس ما يكبر عن هذا الحجم زين. انا بدور واحدة عودة، وين هي؟ في واحدة عودة، خلنا نشوف واحدة عودة. اكبر واحدة فيهم، اكبر واحدة فيهم في وين؟ هاي نشوف هذه زين، هذا كوك قدام. هذه الثمرة انا متأكد ان ما فيها نوبز من داخل، بس ما اسقطتها. ليش ما اسقطتها؟ لانها قوية صايرة، والاسمدة اللي انعطت صايرة قوية. فانا بالنسبة لي شهر 4 و3 و4 و5 اثمار مالها صغير، حجمها صغير مقارنة، يمكن لشافونا قبل نصور الثمرة الثانية اكبر منها في شهر 2 و1 و12 الثمرة اكبر. فانا حلو جيت هني يا جماعة الخير وقصيته، طالعوها ما فيها نضج، ما فيها نضج يا جماعة الخير، لكنها لا زالت تثمر، لا زالت تثمر يا جماعة الخير، عرفتوا؟
انا هذه الشجره طال عمركم من ضمن الاشياء اللي اتعامل اياها فيها التقليم مالها. التقليم عاده لاحظوا تحت اورمي لاحظوا تحت ما في غصون. اقلم السرطانات التحتيه كلها واخليها تشوفيها مرتفعه اي قد مرتفع بدون شيء تحت. هذا اول تقليم لها، ودائما اقلمها من فوق عن لا ترتفع اكثر. هذا تقليمي لها وتقليمي بشكل استمراري. طبعا عدا في الصيف، الصيف انا ما اسمدها، الحين شهر 6 و7 و8 ما اسمدها، ما اقلمها، اخليها تنطلق براحتها. تقليم من الاعلى تهديدي وتقليم السرطانات من تحت. ما تحب الماي واجد، انا اقول لكم فقط فتره الاثمار ازيد لها جرعه الماي، ودائما اخلي الارض مغطيه اليها. عرفتوني يا جماعه الخير؟ دائما اخلي الارض مغطيه اليها، ودائما احاول ان تكون الارض دافيه بالنسبه اليها. سبب اثمارها يمكن مو بس يكون التسميد، سبب اثمارها المتزايده الحين مو شرط يكون التسميد، لان هذه السنه احنا ما جتنا بروده عاليه، فدائما الشجره حاسه بالدفء، فاذا حاسه بالدفء معناتها بتنطلق في الاثمار. فهذه تجاربي انا وياها. هذه الرمانه يعني الان 5 سنوات ونص وياها، طبعا جزاها الله على الخير على الرمان اللي انتجته، واكلوا منه الجماعه عليهم بالعافيه، وكان جدا جدا لذيذ وجدا يعني رايح الى سكري، بس الان طبعا ما ينقرب التتماسخ وداخل الابيض. فهذه قصتي كلها انا ويا الرمان يا جماعه الخير. عرفتون شلون؟ هذا التسميد علمناكم اياه شو نسوي لها، متى اعطيها الماي مالها. انا تجربتي الخاصه يعني مو الناس، يمكن الناس تختلف تجاربهم الثانيه زين، بس انا تجربتي الخاصه وياها بهذه الطريقه. 5 سنوات هبشت فيها وهبشت فيني للين ما صارت مره محترمه. والله يعطيكم الصحه والعافيه وشكرا جزيلا.